السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في المطبخ احترافي ملايمة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال. نوجد لكم فيديو جديد اللي هو بريوش سهل بزاف. ما ديروا لا في عجينة لا في والو، ودغيا كيوجد في دقائق قليلة. نتمنى تبعوا معايا من الأول حتى الآخر. نبداو على بركة الله. عندي هنايا 750 غرام ديال الدقيق، ها هو دا مهربل، تقريبا كيلو ولا ربع. عندي هنا كاس ديال العنبة ديال زيت المائدة، عندي كاس معمر ديال العنبة بالحليب، هذا اختياري اللي بغا يديرو يديرو، مبغاش ماشي مشكل. عندي هنايا كاس صوص ديال السنيدة، تقريبا هكا زلافة أو 200 غرام. عندي خمارة من فئة 7 غرام. عندي هادي ديال الزهر، واللي ما عندوش هادي ديال فاني، انا ما توفرتش عندي فاني درت هادي. عندي هنايا معلقه كبيره ونص ديال الخميره، وكتبقى على حساب الجو، الا كان الجو بارد تقدروا كاع تزيدوا على هاد الشيء. عندي شويه ديال الملحه، ثلاثه ديال البيضات، والماء دافي باش غنخلط. غادي نعطيكم القياس بالضبط شحال غادي تستغرق ليا كيلو ولا ربع. دابا غنبداو ان شاء الله نخلط. غادي نصايب هاد الطحين هو الاول، غادي نزيد شويه ديال الملحه، ملحه ضروريه، غنزيد الخماره. الخماره ما غاديش نهرب لها حيت غندير البريوش غادي يكون غيتخلط. غنزيد هاد المسمى، نزيد سنيدة، غنزيد الخميرة. ما غاديش نديرها مع سنيدة والماء، ولكن حيت غادي نخلطها هنا في الطنجرة غادي تخلط ليا. دابا غادي نحاول نخلط هادشي مزيان. عاد غادي نزيد البيض، نزيد الزيت والحليب. دابا غادي نعبر الكيسان اللي غادي شحال من كاس غادي يهز ديال الماء، وفي الاخر ولكن غتبقى على حساب الطحين. كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. هذا الماء دافي، غادي نخلط. هذا هو الاول، ما دلكم والو، غات تخلطوا غير هكا ما بين صباع يديكم، ما فيه لا تعب حتى حاجه، دغيا كيوجد. المهم غير يكون الطحين يكون مزيان من نوع جيد. انا غادي نصدق معكم هذا البريوش. الا ضفتوا داك الكاس ديال الحليب يمكن لكم ديروا جوج كيسان ديال الماء تقريبا ديال العنبه، والا درتو كاس ديال الحليب غديروا غير كاس ديال الماء. كما شفتوا انا درت دابا داك الكاس ديال الحليب وضفت دابا انا غير كاس ديال الماء، وغادي نشوف واش غادي نزيد شي شويه ولا لا. غادي نزيد واحد شويه باش غادي نخلط هاد الشويه اللي بقى هنايا، واحد شويه تقريبا غير كاس. كاس او كاس الا ربع او المهم على حساب الطحين تقريبا. لا انا دابا هز ليا كيلو. كما قلت لكم انا راني غلطت وقلت لكم كيلو، راه سمحوا ليا. بغيت نقول لكم كاس، اذا كاس ديال العنبه اللي هز ليا صافي على داك كاس ديال الحليب، كاس يكون عامر صافي. غادي نخليها تخمر هكا، نتوما شفتوا غنخليها تخمر حتى تخمر، عاد نرجع عاوتاني نحيد لها داك النفس ديالها
تقريبا جوج مرات او ثلاثه. ملي غادي نحلها لا غنوريكم. ها انتما كما كتشوفوا انا راه درت المره الثانيه، دابا هذه المره الثالثه غادي نزول النفس. ها انتما صافي، دابا غادي نبقى نقرص، غنحاول ندهن يديا بالزيت وغادي نقرص. ها انتما شفتوا راه كتجي شويه كتلصق. هذا كتشدو بحال هكا وكتحاولوا تقجوها تحطوها غير هكا. ضروري دهني يديكم بالزيت. الا بغيتو ديرو وسط منها الشكلاط صايبوه، انا ما صايبش فيه الشكلاط. هانتوما كتشدو هكا وتقجوها، راكم عارفين كيفاش ديرو ليها، ديرو القرص صافي. غنبقى حتى نكمل كلشي وندهنهم بالبيض والزنجله ونرجع لكم بالشكل النهائي. صافي بعد المخمر هذا البريوش ديالنا، انا درت هنا واحد البيضه، واحد شويه ديال الفاني، شويه ديال الحليب، واحد شويه الماء باش كيتحمروا كاملين. دابا غادي ندهنهم. حاولوا الا درتهم يخمروا ما تخليهمش يخمروا بزاف بزاف، حيت الا خمروا كيبقاو يتشقوا وما كيعطيوش داك المنظر ديالهم مزيان. كيبقى لكم هاد الدهن هذا اختياري، الا بغيتو تدهنوا بحال هكا وما ديروا لا زنجله لا والو، تخليوه حتى تبغيو تقدموه للضيف ديالكم ودهنوه دهنوا هكا بالكونفيتور او العسل، وكديروا الساعه اللوز هكا رقائق اللوز او كيجي واحد المنظر حتى هو كيجي فيهم زوين. تقدروا دهنوا غير هكا بالبيض، تخليهم بلا ما ديروا لهم الزنجلان. دابا غندير شويه زنجلان هكا كندخلهم درجه الحراره 160، شويه ما كيكونش هكا مجهد بزاف باش كيطيبوا ما كيبقاوش يتحمروا من الفوق ومن التحت وكيبقاو داخل الخضر. نخليهم يلا بشويه باش يطيبوا كاملين. صافي نرجع معكم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي ديال البريوش، هانتوما شوف كي كيجي غزال بزاف. نتمنى الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، واللي اول مره يشوف القناه يضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. هانتوما كيجي غزال بزاف وهشيش.